عادت حرب التصريحات من جديد بسبب مسلسل الأسطورة بين المخرج محمد سامي والنجمتين ياسمين صبري ونسرين أمين. رغم أن المسلسل عرض منذ 3 سنوات، لكن من الواضح أن حالة الاحتقان لا تزال مستمرة بينهما. إذ عاد محمد سامي ليهاجم نسرين أمين ووصفها بممثلة من الدرجة الخامسة، وأنها كانت تشعر بالغيرة من زوجته الفنانة مي عمر، وشبهها بالفنانة عائشة الكيلاني في محاولة منه للتقليل من أمين، ما أثار غضب جمهور السوشيال ميديا معتبرين أن ما قاله إهانة وتنمر غير مقبول. في المقابل ردت نسرين على تصريحات المخرج عبر حسابه على فيسبوك لتؤكد أنها نجحت في عملها دون فرض على الجمهور، وشكرت الله على نعمة القبول والشكل الجميل، ويبدو أنها تشير إلى زوجته مي عمر واتهام البعض لزوجها بفرضها على الجمهور. وحرصت النجمة ياسمين صبري على دعم نسرين في موقفها لترد عليها انتي ست الستات. الحرب الكلامية لم تنتهي عند هذا الحد، بل واصل محمد سامي هجومه لكن ضد ياسمين صبري هذه المرة، مؤكدا أنها لا تستطيع النطق بطريقة صحيحة، لذا اضطر لطردها خلال كواليس تصوير الأسطورة أكثر من مرة. وأوضح أن سبب شهرة ياسمين صبري هو جمالها فقط، مشيرا إلى أنه لن يعمل معها مرة أخرى مهما كانت الإغراءات. الأزمة بدأت بينهم بعد عرض مسلسل الأسطورة في رمضان 2016، عندما اتهمت ياسمين ونسرين محمد سامي بأنه حذف مشاهد لهما لصالح زوجته الفنانة مي عمر في المسلسل. ووقتها نفى سامي تلك الاتهامات في الصحافة لتبدأ الأزمة بينهم والتي لم تنتهي حتى الآن. شاركنا برأيك، هل ترى أن تبادل الإهانات بين الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي شيء مقبول؟